إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم. بث مباشر هنا من مدينة قطر. يحضر معي أحد مشجعي الوداد الغيورين على فريق نادي الوداد الرياضي، أكيد من أجل الحديث حول حدثين، اللي هو أول شيء هو شرف فوز المغرب باحتضان كأس إفريقيا 2025، وكذلك يعني باغي يوجه رسالة لمدرب الوداد الرياضي السيد عادل أرجي. مرحبا بك خويا علي. الله يحفظك، شكرا. السلام عليكم، شكرا شوف تي في، مرحبا بي عندكم ومرحبا بكم عندي. معكم أخ حميدو عصامي، مشجع الوداد وغير على الوداد بزاف. حميدو، اول حاجه كيفاش نيل المغرب شرف تنظيم كاس افريقيا 2025؟ خويا المغرب حتى فرقه في افريقيا ما تنافس معاه، فايتهم بزاف. المغرب عنده لوطيلات، عنده الشوارع نقيين، عنده مراكش، عنده فاس، عنده الرباط، عنده كل شيء. الجزائر مساكن اين ساحبوا، حيت حنا فور عليهم بزاف، فايتينهم بزاف. راه الشيء هاك الشان اللي نظموا، راه دوك الكيران راه تمشي للمحطه وما كاينينش هذوك، راه هذوك الكيران والله ما كاينين في المحطه. حشومه كاع ينظموا ذاك الشان، حشومه كاع عيب. المغرب فور عليهم، لا في شوارعهم، اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل، فايتينو بزاف. اي يمشيو عرب الزمن وما ينسحبوا. والقشع، القشع درسه صحيحه، ما كاينش اللي زعف واعر في افريقيا، ما كاينش اللي قد عليه. من نهار شد رئاسه الجامعه هو غادي بالكره، تبارك الله، غادي غادي غادي. هذاك السيد كيعجبني، عنده واحد التنظيم في دماغه، غادي ما تيهضرش بزاف ولكن تينفذ. سيليكسيوناش غادا مزيان، دري فين ما حط الميني فوت، فين ما حطيت يدك. الفراقين كنا حنا تنتحقروا في افريقيا، تنتحقروا. الوداد كانت تتحقر، اي فرقه كانت تتحقر في افريقيا. منين ولا القجع ما بقيناش تنتحقروا، اللي تتلعب وتنجيبوا كوبات ونجيبوا اي حاجه. هذاك السيد نضج بالكره بزاف، وعزيز عليا انا حيت كرئيس الجامعه مشى بالفرقه بعيد تبارك الله، ومشى باي واحد جاب تيتقاتل على اللعابه ديال اوروبا تيمشي يجبدهم. لعاب بزاف، عندنا الفيضان ديال اللعابه دابا في السيليكسيون، عندنا الفيضان، عندنا اي بوست دابا تلقى فيه ثلاثه جوج ثلاثه اربعه، اي بوست عندنا بزاف، وتيلعبوا انديه كبار في اوروبا بلا ما نسمي لك. ها تبارك الله. المغرب غادي، ما كاينش دومي فينار، راك عارف شي دومي فينار كي داز، الشعب كلشي خرج، كلشي الحمد لله. كانت واحد الشعب يعني قاره، قاره اللي العرب كلهم، العرب كلهم خرجوا، ماشي ما سميتو العرب، كلشي فرح لينا، كلشي بغانا، الا العدو هذوك بلا ما نبقاو نهضر بلا ما نسميهم ليك. هذوك عرفتي علاش ما تسرطاش لهم؟ ما دازوش وما عمرو ما يدوزوا، وما عمر شي فرقه غتوصل للمغرب دومي فينار، لا في الكوره لا في اي حاجه، لا مدربين، جابوا والدي ومواتهم، جا الرضا، كلشي بغاهم، استقبلهم الملك محمد السادس احسن استقبال، كلشي بغاهم. الرباط زهات هذيك النار، كلشي زها، ما مشيناش لقطر ولكن مشينا للمطار، مشينا شفناهم وفرحنا معاهم، حيت المغرب هادي. انا ملي تنسمع النشيد الوطني تشدني الرعده من صبعي الصغيور، ما نكذبش عليك، تنموت على المغرب. انا شي حاجه سميتها المغرب تنموت على، وعزيزين عليا اللعابه ديال المغرب. انا يبان لي شي واحد في المغرب دابا تيلعبها في شي فرقه بحال المرابط، هذيك النار تنتفرج فيه مع المانشستر، تنبغيتو عاين تيدخل، دخلوا 3 دقائق والماتش جاي دخلوا، وفرحت، لعب ماتش واعر ودار الفاتحه، وبغيتو انا يدوز ماتش، حيت هذاك السيد بغيتو يدوز. لا زياش، لا حكيمي، لا مزراوي، لا هذاك عدلي، ها ديال الفيضان. ودائما نقول لك على هذاك جميل يامان ولا عينتي، عندنا الفيضان حنايا، حنا عندنا الفيضان المغاربه، نمشيو اوروبا الناس يبغيونا. ها المغرب هادي عندها ولاده، فيما مشات تيتبعوها الناس. قطر ديما الجمهور عام، الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله، وتنموت على البلاد، وعاش الملك. كيفاش كتشوف المنتخب الوطني المغربي يعني المنافسه على كاس افريقيا في الكوت ديفوار؟ كنعرفوا ان كاس العالم والاجواء الاوروبيه ماشي هي الاجواء الافريقيه، كيفاش كتوقع انت يكون؟ حنا دابا ما نكذبش عليك، المغرب كوب دافريك تيكون، ما نكذبش عليك، كنا دغيا تنمشيو تنجيو، ولكن دابا بانت لنا واحد الفرقه، واحد اللمسه، راه عندنا ايكيب. كانوا ذاك ديال اوروبا تنديهم الكوب، تنديهم كاس افريقيا، بحال ما تيحملوش يبقاو تما، تيبغيو غير تيجيو، فهمتيني؟ ولكن دابا هاد الركراكي شحنهم، ولات فيهم واحد الروح، ولات فيهم والو، نبقاو نضاربوا،
نجيبوا كوب دافريك، حيت كوب دافريك ما غالبناش، عندنا فرقه العالم كل البرازيل وقيل اللعاب اللي عندنا حنا وقيل فيضان ديال البرازيل، يمشيو ويكونوا رجاله ويموتوا على الترابو. من الجزائر الكراكي شحنهم ولات اخوه، ولينا خوت، ولاو تيلعبوا على الترابو، تيموتوا على البلاد، فهمتيني؟ ان شاء الله يكون على خير، كوب دافريك ديالنا، ما نبقاوش نهضروا، ان شاء الله، انا تنقولها من هذا المنبر هذا، نشوف تيفي تنقولها وتنعاودها، ان شاء الله كوب دافريك مغربي، وان شاء الله انا تنعاودها وتنأكد عليها. واخا يعني كيف كتشوف يعني قوه او حكمه السيد خوجة قجاع يعني هو اشاعات اللي كتخرج من طرف الصحافه الجزائريه. خصوصا المسمى يعني الدراجي اللي قال بان الهدف ديالنا الان ما بقاش هو تنظيم تظاهرات وانما الفوز بالتظاهرات. هذاك الشيء شو نقول لك واحد الحاجه، هذاك حافظ الدراجي انت واحد المذيع في بين سبور بقى في الموت تبغي تطلع شي حاجه كبيره عليك وتتبغي تطلع شي واحد السيد نيفو كبير عليك ما توصلوش، حيت البلاد كلها وصلها لواحد الاعلى وهما تيبقاو يهضروا ما تينفذوش، هو ما تيجاوبهمش، هادشي باش يعجبني انا فوزي القجع ما تيجاوبهمش، تيخليهم يبقاو يهضروا، ولكن هو تيدير داكشي اللي بدماغه، تيمشي لشي حاجه تيجيبها، يمشي للقاهره سبحان الله عنده هيئه وعنده شخصيه كرئيس جامعه كره القدم المغربيه، عنده شخصيه ما عندوش غادي شخصيه، تيبان لك القجع تيبان لك هيئه عارف بلي شي حاجه غتكون، غيمشي هذاك كوب دافريك ديالنا، علاش غنمشي؟ ماشي تنقولوا حنا غنمشيو راه هذاك فوزي القجع راه مشى وقال لهم كوب دافريك، لا عندنا لوطيلات، عندنا شي حاجه ما عندش الناس، شي الطرق، عندنا المغرب زوين، الريستورات، عندنا شعب زوين، تنبغيو بعضياتنا، شو هاد دابا هاد الزنزال اللي طرا، ما حنا كنا في الرياضه وغنمشيو للزنزال، حنا كنا في الزنزال، تتشوف خوتك، اقسم بالله على خوتك، تتعاونوا، انا تتجيني عرفتي تتجيني هذيك بقيت بحال نبكي، تتشوف خوتك، بلاص المغاربه شي ما عندوش شي عنده شي جمعوا الهادي والهادي تتشوف واحد، او تقول حنا واش في المغرب، سبحان الله. انا كنت في الرياضه ونقص تنشوف حيت المغاربه كرماء وقلبهم كبير وتيبغوا بعضياتهم فهمتيني، تيموتوا على بعضياتهم، تيموتوا على التوني، تيموتوا على الرايه، تيموتوا على ملكنا محمد السادس الله يخليه لينا، تنموتوا عليه، حنا تنموتوا على بلادنا، هادشي اللي كاين اخويا. يعني غلق القوس ديال المنتخب وتنظيم كاس افريقيا 2020 كودادي، كيفاش بانت لك الانطلاقه ديال الوداد الرياضي هذه السنه مع عادل الرمزي؟ خويا السلام عليكم، عادل الرمزي حنا جيتي الوداد يلاه بديتي قلتي خصني الوقت، حنا ما قلناش خصك الوقت، مشيتي لكاس العرب جيتي قلتي خصنا الوقت ماشي مشكل، جيتي عاوتاني في البطوله بديتي تبريباري بوطو هادي ما هذيك اللمسه كمدرب ما بيناش لينا، حنا غيور على الوداد، عطيناك واحد المده راه خصك تبين، اللاكس ديال الوداد مفافي، ولاو تيتماركوا البيوت على الوداد بزاف، هذاك العام ماشي هو هذا العام، جيتي عاوتاني درتي هذا هنا، واحد الدري محروف ما بقيتيش عطيتيش قيمته، مترجي اسماعيل لعاب كبير 10 كبير حتى هو ريح. انا تنشوف انا اللمسه ديال المدرب جيتي عطينا حتى لمسه عطينا نشوفوا حنا نتفرجوا الوداد راه فريق كبير راه شوف جيتي لواحد الفرقه يا شي انت كمدرب جيتي راه غديرها ولا ديرها شي هادشي راه الركراكي نهار جا اقسم بالله الا خلق الدنيا والدين اول ما مشيت لتي انا الوداد تصورت معاك الله يسهل عليك معاك شريف اقسم بالله الا اول نوريك تصورها هما عندي مشيت عنده وتصورت معاه وقلت له الله يسهل عليك ومشى بنيت وداك السيد ومشى كبير جيت حتى خلي الفرقه ودير راك جا حركاز دابا دومي سانتر واعر دير حدا فرحان دير حدا شي واحد سميتو والقول من هذا المنبر هذا فيق معنا مطيع فيق معنا شويه انا عسيك داك العام مزيان مشات كنا وانتي بديتي تماركو عليك شي بيوت راه ما كارثيين فهمتيني كون حنا الوداد تنموتوا عليها الوداد ديال الالقاب ماشي ديال التبليه ديال الالقاب ديما الوداد في الالقاب حنا تنموتوا على الوداد تنشوفوها ديما فوق القاب واخا ذاك العام ما دات والو بعدا لعبات فينال بقات الوصيف ديال البطوله بعدا تتبان لك الوداد وبهذاك العام باش مشى حنا يلاه شكون اللي مشى من الوداد ذاك العام مشى حسوني شكون اللي مشى يلاه مشى حسوني كان مشى هو اللي مشى صافي جي تا كنا هما اللي مشاو
اما شو لعابه ياثر على الفرقه؟ ما يمكنش. انت جيتي جبتي جاب لك الناصيري، جاب لك شحال من لاعب جابوا لك، راه جاب لك الفيضان، ولكن انت خصك كمدرب توظف كل لاعب في بلاصتو، كل لاعب في البوست ديالو وظفو ويكون ان شاء الله خير. حنا ما تنقولوش عليك، حنا نصبروا عليك، ولكن هذاك الصبر راه الجمهور دغيا تيتقلق، راه ما يصبرش عليك بزاف. خصنا نشوفوا النتيجه، خصنا نشوفوا الوداد خسر تعادلتي الماتش اللي فات، ماشي مشكل. واش الفرقه بركان؟ بركان مخلوعه منك، تنقص لها واحد حمراء بروما ميطا وما ربحوهمش. حشومه، وشكون اللي تيدير المحاولات ديال الوداد؟ لاريان دروا العملود هو اللي يسقي لك الكواري. فين هو الفاسانتر؟ فين هذاك الضغط؟ الضغط على الفرقه، الفرقه انت خصك كمدرب تضغط عليهم من بروما دوزيام ميطا طلعتي تضغط. هذاك البحري وشحال دخلنا قبل الله، تجيب لي البحري كره ما دارهاش وتقول لي انا اللي عجبني البحري، ما عجبك كره ما دارهاش، دخل لي صومبو، خرجي سميتو هذاك الحياه سميتو احناش، يلا جا دخل خرجتي حتى ما عرفت 85 دخلتي. لا انت مدرب هما ناقصين، خرج لي هذاك احنا، دخل لي صومبو بعد 70 حتى هو تي ماركي، وخا هذاك العام راه هو الهداف نفعنا، ماركنا في عصبه الابطال، ماركنا في البطوله، هذاك اللي احنا كان يحترف ما جابش الله، جا رجع للوداد خليه يعطيه رد رسام تي ماركي، وخا تيزكل انا صومبو تنعيب عليه بحاجه، هو ما تيبريباريش. دابا الكره ملي تتم جاي بريباري وعاود عطي لهذا، هو تيجي باش ما جايه باش يضربها، هادشي باش تنعيب علينا ماشي كواري. اما هو مشروع ديال افا سانتر ان شاء الله جاي كيعجبني وفيه مواصفات ديال افا سانتر. اما هذاك البحراوي راه هذاك البحري اللي جابو من بركان، السيد اخويا تيبان لي انا هذاك السيد عادي ماشي شام، وعلى كامل الاحترامات ديالي هذاك السيد بلا ما خصنا حنا الوداد خلينا على الصومبو، خلينا شي دراري دخلنا حيمود، بغينا نشوفوا مترجي، بغينا نشوفوا دراري، نشوفوا التركيبه ديال الوداد اللي كان حيمود راه لعب ذاك العام كونتر اهلي، لعب كونتر سميتو سان داوز اسبوع لعب معاهم وكان مزيان، وهذا العام ما نشوفوش. راه انا وداد انكار، انا ذاك العام مشيت تينا نتفرج في الوداد تتعجبني، نتفرج انا في الوداد في 91 92 اسبوع وسان داوز فخر الدين بن عبيشه هما عزمي داودي راه اسبوع، ونجي انا عاوتاني الوداد فاقت هاد الايامات وخليها فيقه، خليها لك الرئيس، الرئيس بغيتي لعابه هو لعابه، ما تقولش انا بغيت دومي سانتر بغيت افا سانتر. شوف عدي بهاد الدراري، راه عندك دراري زوينين وظفهم وان شاء الله يكون. انا هذاك انا واحد تنعيب عليه هذاك بوهره، هذاك اللعب ديال السوق راه ما عنده ما يدير، واحد هاك باس عطيه ضرب سونتراج ماركي ما تبقات حشومه. راه انا تنتفقس، انا النهار لعب الوداد ديك النهار بلا جمهور راه واقيلا نعست، راه بنادم يتقلق، راه تيبغي يتفرج في الوداد، راه الوداد هذيك انا ما نتفرج لا في بارسا لا في الوداد. انت انا يا ربي تسمح لي ما نتفرج لا في بارسا لا في مدريد، انا الوداد تعجبني الوداد، خليت ما درت على الوداد، ديبلاسي تبعت الوداد حيت انا غيور على الوداد، تنبغي نتفرج في الوداد ماشي عندي صحابي رجاويين عمر نجاري ولا سعيد الخرازي عشراني عزيز عليهم، مشيت لتيران الراجا كنت نتفرج ايام التخليطه ديال دونور، تفرجنا بجميع، كانت الفرقه زوينه عاد باش قسمونا قسمو داروا كله وتيران، كان الفراقي تتفرج فهمتيني، تفرج في الدراري يعني. انا راه بوك حسوني تفرج فيه، تفرج بن عبيشه الكوره تتفرج. دابا لا، دابا مشات ديك الكره، ديك مابقاش ديك الكره ديال كانت الوداد ديما تا هو عاوتاني جات نعسات. لا انا تنبغي نشوف الوداد ديما في الطوب، ما نبغيش نشوفها ناقصه، وعزيز عليا الوداد وتحيه لشوف تي في، وسمحوا لينا طولنا عليكم. مرحبا. صالح كرة القدم المغربية، لأن دونور من بين الملاعب مرشحة بقوة أنها تستضن مباريات ديال كأس أفريقيا 2023، كيفاش كتشوف المرحلة ديال الإغلاق ديالو، واش غادي يتدرب بها فريق الوداد الريال؟ شوف غنقول لك أنا كلمة من هذا المنبر، هذا دونور 100% تدخل الوداد تتربح، ولكن حنا غنصبروا على فريق الوطني وعلى التنظيم، حنا بغينا احسن حله يتسد دونور، غنصبروا هذا العام ماشي مشكل، حنا عارفين الوداد القوه ديالها في دونور، لا الوداد لا الرجاء، اللي دخل دونور تيدور الرعده ما عرفتش السروال الشور تيطيح لهم اي خصم دخل، ولكن على قبل المنتخب وعلى قبل البلاد وعلى قبل سميتو حنا تنتمناو شي تيران يكون خارج كازا
حيت ضرور جوزت كازا، المشاكل، الفيترينات، سميت. اما كان تيران خارج كازا تيبان لك تيران معزول، الباركينغ ما كاينش البساله. دابا انا بنادم حنا تنتمناو من هذا المنبر هذا اللي يجي يتفرج، لا جمهور لا اي واحد يتفرج ويمشي، راه كنا خوت، لا ودادي لا رجاوي، حنا تجمعنا المغرب وحنا تنبغيو نتفرجوا في البلاد. جيت يتفرج دابا، واش انت نقول تنبغي نمشي للدونور واش الداخل مفقود والخارج مولود؟ واش انا غادي نتفرج ولا غنمشي نتوادع مع والدي عاد باش نمشي نتفرج؟ لا انا خصني نمشي نتفرج، نمشي نتفرج ماتش ونجي، ونجي سالم غانم وكل شيء يفرح. لا هادشي اللي ولينا تنشوفوا في حنا راه تيضر، تيضر حنا كمغاربه تيضرنا. حنا تنتمناو، تنتمناو الشعب يوعى، راه الكوره وعات، حنا عزيزه عندنا الكوره وعزيزه عندنا الشعب ديالنا، ولكن تنتمنى اي واحد لا رجاوي لا ويدي، راه كنا خوت، ولا لا الجيت لا طنجاوي لا اي واحد، جيتي خسرت نصفق عليك، وجيت مشيت عندك تصفق عليا. انا مشيت الرباط وتفرج وما عرفت وداد خرج ما هضروا معايا ما والو. انا باقي دابا تنقول اللي فار، انا خرج يا ما سميتو وخرج، والله العظيم واحد النهار ثاني كوب ديال كاس العرش، اخر كاس العرش ضرب عليهم العلالي تما، باقي عاقل، ربحناهم ربحناهم وخرجنا، والله ما هضر معانا واحد، وجينا لكازا سالمين غانمين. ولكن هادشي اللي تشوفوه دابا راه تيضر بالصحه، راه ما مشيتش انا نتفرج، نجي انا مهرس ولا سميتو، وانا عندي مسؤوليه، انا مجوج عندي ولدي خصني نجي، انا خدام عليه باقي تيقرا، ما خصنيش نمشي نتعطب ونجي ولا ريحت ولا يجيب لي يوكل لي ولدي. لا خصني انا نخاف، انا تقدر الماتش باقي لي 15 دقيقه نخرج، ما عندي ما ندير بالمشاكل، عندي تيكيت ديالي نمشي، ما عنديش تيكيت ديالي ما نمشيش. خصك تكون هادي دخل الدماغ، عندك تيكيته سير، ما عندكش تيكيته ديالك سير تريح ولدي، باش ما تبقى ما تبقى ماشي داك التلقاز ولا سميتو. انا تنشوف بحال شي بغينا نوصل اوروبا، عندك تيكيته ما جيتيش كرسي كيبقى خاوي، هادشي اللي بغي نفهم انا، هادشي ماشي انا ما عنديش الورقه ديالي لا نمشي نتلاح نمشي. واش تدخل عقب الله واش تلاقي راسك؟ حتى عندك والديك وما تبغيش حتى امك تبكي عليك دير عليك بزاف د الحوايج. الرياضه راه هنا، دماغ خصو يكون دماغ نقي، علاش تكون رياضه؟ ولعبنا الكره ودرنا فراقي وقوف مكسيك، راه الناس يعرفونا، سي الهجاج ما بورغو المدينه كلشي تيعرفنا، مشينا مع اجيال كلشي تيعرفونا، الحمد لله الكره فين ما مشينا الناس يعرفونها بالكره، بالضحك الكوميك، ضحكنا مع الناس عرفنا الناس، الضحك الكره كاملين تيعرفوني. الرجاويين اقسم بالله من هذا المنبر كان واحد الدري ودربنا، انا هو السويب راه لعب في الرجاء، راه ملا ما نقول لك، وكان واحد الدري خفاق الله يرحمه تا هو لعب في الرجاء دومي سانتر، اكثر ريح وسط الرجاويين، فتحي جمال، خالد مساليك، الريح تمشيو في القهوه تيقول لي يلا معي، باقي يلا خرجوا لي سونتروا، باقي السونتروا حلاوه السونتروا، كنا تنمشيو نريحوا معاهم ونضحكوا معاهم ونمشيو ونمشي عاوتاني على الوداد الداودي ودربنا عمر عزيز عليا كلشي الدراري. انا الكره كره اخلاق، عاد باش نشوف الكره، انا ما نضرش شي واحد، ضحكتي ضحكتي بالكره، سال الماتش سالينا، نبقى انا السيمانه كامله. دابا وليتي دابا تتفرج لوطيل شكون اللي شكون اللي شكون اللي ناعس مع هذا لعل سميتو هذا مع هذا في البيت، لا لا خل. انا ما تنعرفش داك الشيء، تنعرف نهار الحد نجي نتفرج سالينا، سالت فرقه الله يعاون، تنبقى ودادي وغيور على الوداد، وتنبقى مغربي عزيز عليا كره مغربيه، وعزيز علي الجمهور ديال المغرب كاملين، لا حكيمي لا مزوار لا نايف اكراد لا سيس لا بونو، كلشي دري عزيزين عليا، حيت مغاربه تيمثلوا المغرب، تيمثلوا احسن حول مثلونا، وبكاو بكاو 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 مساكن على قبل المغرب، وتيعجبوني انا ذوك الدراري وهاد الشباب اللي غادي تنمثلوا شباب، وسبحان الله كاع دوك اللي في اوروبا مجنسين بغاو المغرب، بغاو يجيو يلعبوا مع المغرب، عجباتهم المغرب، الشكل ديال المغرب عجبهم، كلشي بغى يجي. دابا 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 دخلنا عقب الله الركراكي، غنعطوك انت فرقه عزل لي 11، راه ماشي راه غتحير دابا فهاد سميتو غتحير، راه ها ديال سميتو. وتنتمنى دابا تنتمنى حيت كاين خصو يعيط على اللعابه ديال الخليج، شي تيقول لك علاش ما تعيطش على هذا شي، شوف حنا عيط على هذا عيط معاه بحال كلشي بحال بحال، النتيجه هي هي اللي تتحكم عليها. انا دابا دخلنا عقب الله نهار شد الكراكي سيليكسيونا،
كان شي واحد يقول وصل الدومي فينال، حتى واحد ما قال غيوصل الدومي فينال، ولكن ملي وصل الدومي فينال نهز ليه الشابو ونعنقو. وفهمتيني والله تنعنقو بالحاج وصل الدومي فينال، راه حتى فرقه لا في افريقيا لا في العرب وصل الدومي فينال، راه فريق المغرب هذا وصل الدومي فينال. مساكن جيراننا ما تاهلوش بقاو مراد لا المغرب لا هادي، ونا ربحتنا فرنسا فرح ترى المغرب هادي، ومبابي هبط عندنا وعندك حكيمي وريح ماجبران راه شافوا شي الخيال، شافوا الخيال، خافوا الخيال المغرب، شافوا الخيال النشات من كندا من الامريكان قطار عمراتها بالمغاربه هذيك الساحه بوم، هذيك الساحه ديالهم ديما بوم الحمد لله ديما نشطنا لهم البطوله. شكون اللي نشط لهم؟ المغرب، راه المغرب هز لهم البطوله والحمد لله. تنتمنى ان شاء الله المغرب يدي كوب دافريك، وان شاء الله غيتنظم كوب دافريك، وانتوما غتبقاو تهضروا هاو 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 العام اللي جا هاو هاو هاو، ودرتو تينان واحد بغيت نظموا فيه كوب دافريك، شو ما بعقلكم ولا سميتو؟ والله يرحم ليكم الوالدين. راه مشى مشى مغربي، مشى المغربي على الجزائر قال لي قال لي الله يحفظك باناشي، قال لي لا ما عنديش باناشي، قال لي واش نصفطي في الجنه؟ واجي المغرب دابا دخلنا قبل الله تاخذ باناشي تاكل اللي بغيتي اللي بغي مرحبا، اللي ما عندوش يعطيك واش تقارن سميتو وتزير. دابا دخلنا قبل الله انت يقول لك شي واحد سير فاكونس للجزيره تجي للجزير، اش فيها الجزير؟ والمغرب وتا المغرب راه ناري، وتا الشمال شي فين ما مشيتي تعيش المغرب ناري، البحور الجبال ما عرف المغرب راه حلوه، اقسم بالله الا من هذا المنبر المغرب شي حاجه. اوروبا حنا تنافسوا مع اوروبا دابا، ما بقيناش نشوفوا دوك اللي ورانا، ما بقيناش نشوفوا فيهم. سيروا تقلبوا على رواندا ولا الكابون، ديروا معاهم شي فرقه وشي كوب، حنا خصنا نوليو نلعبوا مع اوروبا احتراما لافريقيا، حيت المغرب افريقيا اوكي، ولكن حنا تنحتارموا افريقيا حيت فان المغرب، والمغرب ان شاء الله غيبقى ديما الطوب. سالينا واسمحوا لي، الله يرحم لكم الوالدين، شكرا. وتحيه خاصه لجميع الدراري بورغون اللي تعرفوني، جاجمه كلشي، اخوكم حميدو، وشكرا شوف تيفي، الله يحفظك اخويا.